السلام عليكم. تأجيل جولة المفاوضات في العاصمة الكويتية واستمرار الانتهاكات والخروقات، هذا لسان حال اللحظة السياسية المتعلقة بالشأن اليمني فيما يتعلق بأفق العملية السياسية التفاوضية التي تم التحضير لها في الكويت، وكان من المفترض أن تتم لولا التأخر الذي كان سببه تملص وفد تحالف الانقلاب من الحضور في الموعد المحدد. هذا ما أشار إليه ولد الشيخ في بيانه الأخير الذي أوضح فيه تأخر وفد تحالف الانقلاب من الوصول إلى الكويت وحملهم المسؤولية كما أشار البيان. تتأرجح مواقف التحالف الانقلابي في الداخل كما هي في الخارج، ففيما يتعلق باتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في تعز ومأرب والبيضاء التي تناقلت الأخبار عن توقيع تلك الاتفاقيات، وإن شهدت هدوءا نسبيا إلا أن خروقات في بعض الجبهات يجعل من تلك الاتفاقيات حبرا على ورق. الانتهاكات وحدها التي تقوم بها الميليشيا هي التي لم تشهد أي جديد، فما زالت الميليشيا تمارس الانتهاكات والاغتيالات، وما تزال المعتقلات السرية مكتظة بالمختطفين والمخفيين قسرا، حيث لم يشهد ملف المختطفين أي إجراءات ضمن ما كان يسمى بإجراءات بناء الثقة قبل الدخول إلى جولة المفاوضات. فبين تأجيل المفاوضات واستمرار الانتهاكات، هل تتعثر مع مساعي السلام في الكويت؟ هل تأخر تحالف الانقلاب عن الحضور ضمن النوايا لعرقلة مساعي السلام أمام هذا التدليل الذي يحظى به من الأطراف الإقليمية والدولية؟ نناقش ذلك مشاهدينا في مسائنا اليمني لهذا اليوم، ولكن قبلها نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هل تبدو البدايات مؤشرا لخيبة النهايات؟ تأخر وصول وفد الحوثيين وصالح إلى الكويت يهدد بإضاعة الفرصة الأخيرة لإيقاف الحرب، هذا ما حمله بيان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تأخر موعد انطلاق مشاورات السلام التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين 18 من إبريل في الكويت، إلا أن عدم وصول وفد الإنقلابيين يؤخرها إلى أجل غير مسمى. يعزم راقبون أن حجم الخلاف بين ميليشيا الحوثي وصالح هو السبب الأبرز وراء تخلفهما عن موعد المفاوضات، وهو ما يؤكده ناطق الحكومة اليمنية راجح بادي الذي قال إن تأخر وصول الإنقلابيين إلى الكويت ناتج عن خلافات بين وفدي الحوثي والمخلوع صالح. جهات عدة شككت بمصداقية تصريحات ناطق ميليشيا الحوثي حول قبول جماعته الالتزام بتطبيق القرار الأممي الذي تلخص بالنقاط الخمس التي تستند لها مفاوضات الكويت، على رأسها انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح وإنشاء لجنة لإطلاق الأسرى واستعادة الدولة. فكما يبدو أن لليمنيين تجربتهم المريرة مع الحوثيين، فرغم التفاؤل الذي صاحب أجواء التحضير لمشاورات الكويت، إلا أن تأخر الوفد عزز من قناعة الشارع اليمني أن الميليشيا لا تتعامل بنوايا جادة في إحلال السلام، وأن مباحثات الكويت هي الأخرى مهددة بالفشل بعد مشاورات جنيف وبيل السويسريتين. هناك مازال توتر كبير، برغم أننا حصلنا على وقف إطلاق النار تقريبا اليوم استقر في البلد كله، ما زالوا في بعض الانتهاكات، ولكن تقريبا وقف إطلاق النار نحن نرى أنه على العموم نجح، والمرحلة المقبلة هي للأطراف الآن. ورغم وقف إطلاق النار المعلن عنه في منتصف ليل العاشر من أبريل، إلا أن الهدنة شابتها خروقات كثيرة رغم المحاولات لإثبات حضورها وإنجاحها هذه المرة، ناهيك عن الاتفاقيات المحلية لهدن مجزأة بين الميليشيا وممثلين عن قيادة المقاومة في مأرب والبيضاء وكذلك تعز التي كانت شروطها تقضي بوقف إطلاق النار وفتح منافذ المدينة المحاصرة وعمل آلية لتبادل الأسرى والمعتقلين، إلا أن أي من ذلك لم يحدث ولم تلتزم الميليشيا به. وبين تأجيل المفاوضات واستمرار الانتهاكات يعيش اليمنيون تفاصيل حرب وتداعياتها الأكثر وجعا بانتظار ما تحمله الأيام القليلة القادمة، هل إلى محادثات السلام أم العودة من جديد إلى مربع الحرب؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي عبر سكايب الصحفي عبد الله حزام من الكويت. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أختي. بداية أستاذ عبد الله، بعد تأجيل المفاوضات في الكويت، السؤال ربما الذي يحضر، ما الذي تقرأه من خلال هذا التأجيل؟
التسجيل اولا جاء بسبب غياب او عدم وصول وفد الميليشيات الحوثي وصالح. نعم. الميليشيات هي التي تسعى الى عرقله طريق السلام، طريق التفاوض، وذلك لعده اسباب. اولا اسباب داخليه فيما بين الوفدين، خلافات وصلت الينا بوادرها هنا، وكذلك ليس بجديد على هذه الميليشيات انها تتعهد للمجتمع الدولي للسفراء والولد الشيخ ثم تخلف بذلك. هي الان فجرت الحرب مباشره، او بدات تعمل عمليات عسكريه في تعز وفي البيضاء، وبشكل كثيف بالذات في البيضاء وفي تعز. نعم. وكذلك فوقات في مارب تحاول ان تقول لتابعيها في الداخل انها تحقق او تستغل الفرصه لتحقيق مكتب عسكري، وهي واهمه بذلك. هؤلاء ليس لهم اجنده محدده، فهم نعم. لم يتفقوا فيما بينهم، فيما بينهم بين قسموا الى عده فرق او الى عده فصائل، ليس فقط فصيل المؤتمر الشعبي العام وفصيل الحوثيين، حتى الحوثيين فيما بينهم الان هنالك انقسامات واضحه من تشكيله الوفد القادم الى هنا، واستثناءات الكثير من الشخصيات الموجوده معهم خاصه في الوفد المرافق لهم. وانا لا اعتقد، حتى اراهن انهم لن يصلوا غدا، هناك الان تعهدات ايضا لولد الشيخ ولاخرين انهم سيصلون غدا. نعم. طيب استاذ عبد الله، يعني انت تحدثت عن الخروقات التي قام بها الحوثي في اكثر من محافظه، دعنا نذهب الى تعز لنشاهد او لنتابع عبر القيادي في المقاومه الشعبيه محمد النقيب من هناك ما الذي يحدث. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير استاذه. أستاذ محمد، هناك حديث عن هدنة، ربما أنت خير من يحدثنا عن هذه الهدنة، كيف هي لديكم؟ الهدنة لا تعني سوى إعادة الانتشار. الهدنة لدى الميليشيات تعني توقيف الطيران وتحليق طيران التحالف، ومما يساعدهم على تكثيف الحشد وإعادة التموقع. تم التوقيع السبت الماضي على اتفاقية بين الأطراف لجان الهدنة التي تريد التهدئة، إلا أن تلك البنود التي وقع عليها ظلت حبرا على ورق ولم يتم التنفيذ منها بندا واحد. اليوم عدد من أعضاء لجنة التهدئة عقدوا مؤتمر صحفي وأعلنوها على الملأ بأن هذه الميليشيات لا تنمي التنفيذ وليس لديها الرغبة، وبعثوا ببرقية بهذا الأمر إلى اللجنة الإشرافية العليا للمفاوضات في الكويت، وحقيقة الأمر هذه الميليشيات لا تؤمن بالهدن ولا تؤمن بالاتفاقيات ولا تؤمن بالمفاوضات ولا تؤمن بالحوارات ولا تؤمن بهذه السلسلة الطويلة تماما. هي تاريخها حافل، تاريخها حافل بنقض المواثيق. نعم. والاتفاقيات حتى وان ادرمت وتم توقيعها. طيب هل حدثت أن... نعم نعم، هل حدثتني استاذ محمد عن يعني بعض الانتهاكات التي او الخروقات التي قامت بها الميليشيا خلال هذه الفتره في تعز؟ اول الانتهاكات الاستمرار بحصار المدينه وقطع الطرق المؤديه الى المدينه في الشرق والغرب والشمال، مانعه تماما الدخول، الادويه والاغذيه والى اخره، قاطعه على يعني المواطنين من العبور وسياره نقل الدخول، بالاضافه الى القصف المتقطع في جبهات مختلفه، بالاضافه الى الحشد. الحشد بحد ذاته ينم عن نوايا سيئه، لا تريد التقارب وانما التباعد، ولا تريد السلم وانما تحضر للحرب. وهذه الميليشيات اين الحشد استاذ محمد بالضبط؟ هل رصدتم اين يعني يتركز الحشد؟ نعم، في المدخل الجنوبي للمدينه في اتجاه الربيعي، وفي مناطق عدة لا ينبغي الإفصاح عنها بوسائل الإعلام إلا أنها مرصودة، هي مرصودة ومتابعة، وتم
نعم. قناصين في أماكن وتم تحشيد وتم تعذيب وتم، ومع هذا لا, 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 لا يعنينا هذا. نحن ندرك بأنهم منذ عام وهم يحشدوا وهم يجمعوا 14 لواء من الألية المخلوع وميليشيات الحوثي حشدت لتعد ولم تعد إلا بثلاث هانجة. نحن لا نلتفت لهذا، لكننا نريد أن نطلع الرأي العام على الخديعة وعلى الديماغوجية، على ديماغوجية هذا الخطاب الذي يزغزغ المشاعر ويكذب. طيب ما هو موقفكم أنتم أستاذ محمد؟ نعم، ما هو موقفكم في المقاومة الشعبية حيال هذه الخروقات؟ هل تردون أيضا أم هل أنتم ملتزمون بالهدنة؟ نعم، الالتزام قائم، نحن نلتزم بالهدنة ونحن نقدر تقدير عالي دور الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودور دول التحالف ودور الكويت، هذه الدولة التي احتضنت مباحثات الوحدة اليمنية واحتضنت كثير من اللقاءات التي تهم الشأن اليمني ولها اليد البيضاء في التنمية، وما جامعة صنعاء ومستشفى الكويت في العاصمة المأسورة عنا ببعيد، إلا أننا في الوقت نفسه نأمل أن تنجح. نحن خريطين وإن جرحنا بالسلبي فبنح لها وتوكل على الله، لكن لا يعني هذا أننا قد طرحنا السلاح. نحن كما قال الجميع بأنه نحمل في كف البندقية وفي كف غصن الزيتون، من يريد أن يحاور ومن يريد أن يسالم ومن يريد، نحن لا ينسحبوا ويذهبوا، لا لم نأتي إليهم، هم الذين جاءوا إلينا، لكن إذا أصروا فنحن جاهزين. نعم. إذن الأصبع على البناد، الأصبع على البناد، إذا نعم. بدأوا فنحن على جهودية تامة واستعداد تام لكل الاحتمالات والخيارات، لكننا مع الكهدية، لكننا مع الهدنة، لكننا مع إيقاف الدم المسفوك. 2600 شهيد في تأخر العام و10 ألف جريح، 620 من مرضى السرطان الذين صابت أنفاسهم نتيجة لعدم توفر العلاج، 33 طفل من الأطفال الكبج الذين انتهوا في الحواضر نتيجة عدم توفر الاحتياجات، 100,000 أسرة مشردة في تعيش في خارج المدينة. نحن حريصين، نحن نشاطر أبناء محافظتنا الآمال والآلام، كما نشاطر آلام وآمال أبناء اليمن بمختلف الأرجاء والأدوار. نعم. لكن إذا أصروا على القتال وأتوا إلينا فنحن وصلت الفكرة. نعم. تامة للقتال بنفس طويل. نعم. إذن شكرا جزيلا لك محمد النقيب القيادي في المقاومة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني كيف تفسر هذا التناقض العجيب؟ يعني ميليشيا الحوثي كما تحدث بيان ولد الشيخ والذي حملهم سبب هذا التأخر في انعقاد المفاوضات، يتعذرون بأن لا جدوى من أو أنه استمرار تحليق الطيران في العاصمة، رغم أنهم مستمرون في الانتهاكات في تعز ومأرب والبيضاء وغيرها، كيف تفسر ذلك؟ يا عزيزتي، أي متتبع، نعم أستاذ عبد الله، جيدة الحوثي يراوغ فقط يراوغ فقط بكل هذه الاتفاقات. الحوثي اليوم يطلب، كان بالأمس يطلب وقف الغارات الجوية وهي وقفت من وقف الهدنة، اليوم يطلب وقف التحليق. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، لأنه يريد أن يحرك مجاميع هائلة من الأسلحة ومن البشر، يريد أن يحسد، يريد أن يغير أو يبحث عن نصر على الأرض بعد الهزام اللي تلقاها في الفترة الأخيرة من الجيش الوطني للمقاومة الشعبية. وإما لماذا يريد توقيف التحليق الطيران؟ الطيران يحلق ليراقب أي تحركات على الأرض، ليراقب إمدادهم بالسلاح من البحر ومن السفن التهريب، ليواقف، وهو جزء من تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 هي فرض الرقابة الجوية. طيب. والبحرية. نعم. على هذه الميليشيات. طيب أستاذ عبد الله، أنت قلت يعني هل تجد أنه يرفض أو يتحدث عن رفضه للتحليق فقط ليتم الحشد أكثر؟ هل هذا ما تجده أنت؟ أنه يريد التحشيد لا أقل ولا أكثر؟ نعم، يريد التحشيد ويريد أيضا تحريك أسلحة أسلحة لم تحرك من مواقعها، يريد أن يحرك. الحوثي سحب بعد توقيع اتفاقيات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتعهد لهم بأشياء، سحب كل قواته ليذهب بها إلى تعز وإلى
صعدة وإلى حجة وإلى البيضة، بالذات البيضة وسعد ومأرب. الحوثي يطلق هذه الأيام صواريخ باليستية على مأرب والجوف بشكل يومي. نعم، ولكن أستاذ عبد الله، يعني ربما ميليشيا الحوثي هي تجد في عزف، يعني على العزف على وتر الناس بأنها لن تذهب للمفاوضات طالما أن التحليق مستمر، وتستطيع أن تستجدي يعني مشاعرهم في هذه المسألة، خاصة من يقعون تحت القصف أو من يتضررون، ولكن في الخارج ربما الصورة أكثر وضوحا. هل تجد أنهم يعني في كل مرة يظهرون للخارج أنهم لا نوايا جيدة لهم للسلام؟ لا بالعكس، يعني في الأخوة يعني أهلنا في اليمن يدركون تماما ويفهمون ماذا يريد الحوثي. الحوثي عندما توقف أو عندما قلنا هدنة يعتقل لنا المزيد، يختطف المزيد من المواطنين، يذهب إلى تفجير المزيد من المنازل، وهم يدركون هذا تماما في الداخل في كل المناطق، حتى في صنعاء ذاتها. نعم. حتى في صنعاء ذاتها، نعم، يذهب إلى اعتقال أشخاص بل اختطافهم، وإلى تصفيه حسابات مع المواطنين، مع كل من يتنفس أو يقول لا، لا للحرب، لا للقتال، لا للحرب الاقتصادية أو الحصار على المواطنين. أيضا الحوثي يصفي حساباتهم في هذه الفترة. نعم، طيب يعني طالما نواياهم مكشوفة إلى هذا الحد أستاذ عبد الله، يعني هل يدرك المبعوث الأمم المتحدة كل هذه النوايا أم أنه يعني يتغاضى عنها؟ مبعوث الأمم المتحدة في بيانه اليوم أو في تصريحه الصحفي اليوم، في بيانه الصحفي اليوم كان واضح. مبعوث الأمم المتحدة يجب أن نفهم أن منظمة الأمم المتحدة وأي منظمة منظمات يجب أن تقف وأن تدع مساحة إلى آخر لحظة، تدع مساحة للتواصل مع كل الأطراف. هم نحن نطلب منهم فقط أن يقفوا مع الشعب اليمني، ليس يقفوا مع أحد، يقفوا مع الشعب اليمني. نعم. وهم واقفين أطراف، لكنه اليوم قالها صراحة، قالها صراحة ودعا الحوثيين صراحة وقالها صراحة إن التأجيل أو ليس التأجيل، إنما العرقلة في البدء اليوم كان بسبب الحوثيين والصالح. طيب عفوا أستاذ عبد الله، عند هذه النقطة يعني هو تحدث أيضا عن أن سقف التفاوض ذكر فقط المبادرة الخليجية، وأيضا يعني لم يتحدث عن قرار 22/16، لما أغفله برأيك؟ يعني مخرجات مؤتمر الحوار، المبادرة الخليجية، وأغفل القرار 22/16. لا بالعكس، هذا نحن لم ناخذ هذه يعني بيانه كان اليوم محددا لموضوع التأجيل فقط، لكن تصريحاته او الفاتحة امام مجلس الامن قبل يومين كانت واضحه. كل بيانات الامم المتحده او تصريحات المبعوث الدولي واضحه انها ترتكز على قرار مجلس الامن. اصلا حتى المبعوث الدولي نفسه جاء وفقا لقرار مجلس الامن 22/16. كل هذه المهمات لا تزال، كل العالم حضر اليوم، سفراء الدول 18، الصحفيين، الامم المتحده، كل الناس جاؤوا الى الرياض الى الكويت. لماذا؟ جاؤوا من اجل حقن دماء اليمنيين. الأمم المتحدة ومبعوثها لم يتنصلوا ولن يتنصلوا من القرار 22/16 أو القرارات الأخرى ذات الصلة. إحنا لا نركز فقط على هذا القرار، بل هناك قرارات أيضا تكتسب أهمية كبيرة في حل أو إيجاد سلام دائم، وليس سلام مؤقت حتى نعود في المرة نخدر أنفسنا وندمر البلد بعد سنتين أو ثلاث. لا، الآن يجب على اليمنيين أن يدركوا أنهم أو على الميليشيات وعلى كل الأطراف أن الناس تبحث عن سلام دائم يحل جذور المشكلة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ أحمد البحيح الناشط السياسي من الكويت. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور يا مرحبا أستاذ أحمد. يعني تأخر جولة المفاوضات والسبب هو عدم وصول وفد الحوثي والمخلوع كما أشار بيان ولد الشيخ، ما الذي تقرأه؟ في حقيقة الأمر أختي الكريمة، وأنا أمسي عليك وأمسي على السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم أيضا. وفد المتمردين الانقلابيين طرفي الانقلاب الحوثي وصالح تعمدوا بعد أن أربكت أيضا حساباتهم
خلال الأسبوعين السابقين أن يقعوا أمام تحدي واضح أمام التزامات الدولية وكذلك تحدي للمواثيق الدولية وتحدي أيضا لما يتم يعني وضعه من قرارات ومبادرات من قبل مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة. اليوم تعنتهم الذي ظهر منذ اللحظة المفاجئة أي صباح اليوم وعدم وصولهم إلى الكويت أثبت أن هذه الجماعة لا تسعى أبدا إلى السلم ولا للسلام، بل هي تسعى جاهدة على أن يعني مسألة كسب وقت ليس إلا ومراوقة لمحاولة كسب المزيد من المكاسب أو تحقيق المكاسب السياسية وكذلك العسكرية. وفد الحكومة وصل منذ الأمس والتزم بالموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة وليؤكد للعالم أجمع ومن خلال الأمم المتحدة أن الحكومة حريصة كل حرص على إحلال السلم والسلام وكذلك حريصة على إيقاف نزيف الدم في داخل الجمهورية اليمنية وكذلك تتعامل مع المسألة بتعامل مسؤولية وتعامل دولة مع التزامات ومواثيق كذلك دولية. يعني هل نستطيع القول أستاذ أحمد يعني أن قوى الشرعية حققت انتصارا ولو نسبيا أمام الرأي العالمي وإظهار أيضا جديتها في مسألة المفاوضات برأيك؟ دون شك وليست هذه المرة، منذ بداية الأحداث ومنذ بداية كلما يعني أطلقت مبادرة وتبنت أي كانت على مستوى الأمم المتحدة أو من خلال أيضا ما قبل أيضا عاصفة الحزم من خلال دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى حوار يمني كانت الشرعية ومثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والقوى السياسية يبادرون بالترحيب بهذه المبادرات ويبادرون بالالتزام بها. الحكومة تسعى جاهدة على أن تحقن دم الشعب اليمني، تسعى جاهدة على أن تتعامل مع الأمر من خلال مسؤوليتها تجاه هذا الشعب، مسؤوليتها تجاه المأساة التي وضعها فيها هؤلاء الانقلابيين، بينما هؤلاء الانقلابيين يتعاملون من خلال ثقافة الفيض، ثقافة الدمار، ثقافة الخراب، ثقافة الكسب والحظوظ الشخصي والحظوظ الحزبية الضيقة. ولذلك تعنتهم اليوم وعدم استجابتهم فضحهم أمام الرأي العام أولا الإقليمي والدولي، وأصبحوا وإن كانوا يعني هذه سلوكهم كان في السابق أيضا من خلال جنيف 1 أو جنيف 2 كانت هذه المماطلة وهذا الترد وهذه التصريحات المتناقضة ديدنيهم، ولكنهم في الأخير أنا أثق كل ثقة أنهم سيأتون يعني صاغرين وليس يعني من خلال أيضا الواقع. الشرعية في اليمن تمارس من خلال خطين، الخط الأول هو الجانب السياسي والدبلوماسي وهو ما نحن نسعى إذا ما كان هنالك حلول يعني ستحقن الدم الشعب اليمني، والخط الآخر هو الجانب العسكري والجانب الذي يقوده المقاومة والجيش الوطني. قرار 22/16 هو القرار الذي اتفقت عليه دول العالم وبالإجماع على أن يكون هو الحل الأمثل والأجدر والأفضل للوضع اليمني، لذلك الحكومة أتت للمشاورة والمباحثات على كيفية تطبيق هذا القرار. إذا ما تم إذا لم يتم تطبيق هذا القرار من خلال طاولة المفاوضات مع طاولة المباحثات وليست المفاوضات وطاولة المشاورات مع هؤلاء الانقلابيين، فالجيش الوطني والمقاومة الشعبية كفيلون بأن يحلقوا ذلك ويطبقوا ويتم تطبيق قرار 2016 من خلال قوة السلاح ومن خلال تمدد الشرعية على الأرض الذي أصبحوا الآن على أبواب صنعاء. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد البحيح الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أستاذ عبد الله حزام ابقى معنا قليلا أنت والسادة المشاهدين، سنذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أستاذ عبد الله مرحبا بك. أستاذ عبد الله كنا نتحدث مع الأستاذ أحمد عن الانتصار الدبلوماسي الذي حققته الشرعية بوجودها في المفاوضات في الوقت المحدد وهي ليست المرة الأولى كما تحدث الأستاذ أحمد، ما رأيك أنت؟ أختي الحكومة اليمنية لا تبحث عن انتصار دبلوماسي بقدر ما هي تبحث عن حل عن السلم للشعب اليمني. الحكومة اليمنية تتعامل كحكومة مسؤولة عن كل الشعب وليست عن فئة أو فصيل منه، فهي ملزمة أخلاقيا وملزمة، فأتت إلى هنا لا تبحث عن نصر دبلوماسي. الحكومة اليمنية أتت صادقة تبحث عن حل، عن سلم، عن حقن الدماء، ولكن نحن نريد
المجتمع الدولي ومن لا يزال لم يتعرف على هذه او على الاهداف الحقيقيه لهذه الفئه ان يعرف من هم الحوثيين، ان يعرف ماذا يريدون فعلا الحوثيين. نعم استاذ عبد الله، يعني هناك من يتحدث ان الاتفاق تم في الرياض فعليا، ولكن ما سيحدث في الكويت هو وضع الملامح الاخيره وصياغه هذا الاتفاق مع الحكومه الشرعيه. هل كانت ميليشيا الحوثي تتوقع رفض الحكومه وعدم استجابتها لهذه المفاوضات او المباحثات؟ لا، لم تتوقع رفض، انما هي ارادت ان تجد الهدنه. هم ارادوا فقط ان يحصلوا على فتره من وقف اطلاق النار، ان يثبتوا، ان يقولوا للعالم ان الحكومه الشرعيه هي التي تريد الحرب، ان يعيدوا ترتيب اوراقهم في الداخل، ان يعيدوا الكره خاصه في منطقه نهم وفي منطقة صرواح بعد الضربات اللي حصلت لهم. يريدوا أن اليوم هناك الكثير منهم من يقول أن نعمل على تهجير صنعاء. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الله أن ينضم في حوارنا هذا الأستاذ فيصل المجيدي، المحامي والناشط الحقوقي من الكويت أيضا. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور أستاذ آسيا. مرحبا بك أستاذ فيصل. يعني تأخر المفاوضات واستمرار الانتهاكات والخروقات، والسبب كما تدعي الميليشيا استمرار تحليق الطيران السعودي، ما الذي تقرأه؟ نعم، الحقيقة أن هناك ارتباك واضح في خطاب الانقلابيين بشقيه، لأنه صادر عن، ربما ناقشتم هذا الأمر مع محمد عبد السلام الناطق باسم الميليشيا، بيان يتحدث بكل وضوح عن أنهم لن يذهبوا إلى المفاوضات، مركزا على نقطتين أساسيتين أولاهما كما ذكرت، وهو وقف تحليق الطيران، بمعنى أن الجميع أدرك بأنهم فقط ليست المسألة مسألة سيدي وهو سيدتي إطلاق النار وفقط، لكن هناك أيضا تعزيز في الجبهات، حشد مثلا في تعز بجميع الجبهات تحديدا اللواء 35، وكذلك في نهم وحدود مأرب والضالع وكل هذه المناطق المشتعلة. هم كانوا يريدون وفقا لما قولت من يسيطر على الأرض سيسيطر على الطاولة، أن يحرزوا ربما نصرا على الأرض من خلاله تكون لهم الغلبة كفرض أمر واقع، ولما المقاومة حقيقة كانت تقوم بردة فعل، وبالتالي سحب منهم هذا الملف على الأقل في هذه اللحظات الراهنة. الأمر الآخر تحدث عما سماه الحديث عن ربما إعادة طرح الجدول أو أجندة المفاوضات، وهو حقيقة خطاب غريب جدا، إذ أن هذه الأجندة تم مناقشتها مع الميليشيا بأكثر من، نتحدث عن ربما 5 أشهر، وقدموا ملاحظاتهم عليها واتفقوا على تقديمها إلى مجلس الأمن، ومن ثم تم تلاوتها من قبل والد الشيخ، ومن هنا تقرأين في ثنايا السطور أن الأمر الموجع لهم هو أن المقاومة حقيقة لم تكش مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بصد والرد على الانتهاكات وليس بالمبادرة إلى القتال. ما يهم في هذا الشأن أنهم تحدثوا عن كأنهم يريدون مرجعيات، بمعنى تقديم العملية السياسية على القرار 22/16، كأنما يريدون تقديم العرب على الحصان، بمعنى التراخي والاستراحة بعد ذلك لسنوات للحديث عن تنفيذ القرار، ثم عند ذلك ستتهاتر هذه الستة. هل أفهم من كلامك أستاذ فيصل أنهم ما زالوا يراهنوا على الخيارات العسكرية؟ هم يراهنوا على المراوغة، باعتبار أنهم كانوا يظنون أن ذهابهم إلى المملكة العربية السعودية حقيقة ربما يحدث شرخا في جسم الشرعية، وكذلك يفت في عضد التحالف، ومن هنا راهنوا على تقديم الكثير من التنازلات على الأقل في جانب الحدود أو المنازعة أو إطلاق الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية، وبالفعل هم حقيقة انكسروا في هذه المنطقة ونزعوا الألغام، لكن كانت الشرعية متماسكة. بالفعل هناك نصر دبلوماسي، دعيني أقول ليس كاملا لكنه حقيقة ظاهر للعيان. الأمر الملفت أن
عضو التحالف تحالف الحوثي بمعنى أدق، وعضو الوفد المفاوض عن المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد أيضا أصدرت تصريحات لصحيفة السياسة ذكرت من خلالها بأنهم لن يذهبوا حتى كما قالت إلا إذا تم إيقاف إطلاق النار بشكل كامل، ثم الحديث عن مسألة أن المرجعية يجب أن ربما يعاد الصياغة. بمعنى سيدتي الفاضلة المسألة مسألة شرعية، هم يركزون على مصدر القوة، ومصدر القوة هو شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي المعترف به دوليا، وكذلك صاحب الشرعية الانتخابية وحكومته والمؤسسات الصادرة عن الدولة اليمنية. نعم. إذا ما تم الالتفاف على هذه النقطة عندها يمكننا الحديث عن أمر واقع، سلطة أمر واقع كما يقول القانون الدستوري، ومن ثم يستطيعون بهذا الأمر أن يفرضوا وجودهم المسلح، بمعنى فشلوا سياسيا فشلوا دبلوماسيا، كما أن الفشل العسكري ربما لا يزال يلاحقهم. نعم. إذن اسمح لي أن أقول هذه الفكرة للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، تحدث الأستاذ فيصل عن كثير من النقاط ربما أبرزها أنهم أن ميليشيا الحوثي تود أيضا الالتفاف ليس فقط على قرار الأمم المتحدة، ولكن أيضا على شرعية عبد الرب منصور هادي الذي يستمدها من المجتمع الدولي، وأيضا الذي استمدها من الانتخابات. يعني فشلوا سياسيا كما تحدث ودبلوماسيا، وأيضا ربما فشلوا عسكريا. إذن ما الذي يريدونه؟ هل فقط يريدون إثبات أنهم سلطة أمر واقع فعلا كما تحدث الأستاذ فيصل؟ الحوثيين يريدون أن يخرجوا من المزق الذي وضعوا به أنفسهم أولا أمام أتباعهم. هم يريدوا أن يحققوا مكتب عسكري في الداخل لإرضاء غرور أتباعهم، ويريدوا أن يذهبوا، وهم يريدوا أن يحققوا مكتب عسكري على حساب أبناء شعبهم، ويذهبوا إلى الخارج لمفاوضات شكلية لكسب التأييد الدولي بينهم تعرضوا للقاص وجرائم الحرب والطيران والعدوان. الحوثيين يلعبون لعبة مكشوفة منذ 21 سبتمبر 2014 ولم يتغير شيء. كل الاتفاقيات، كل العهد في جنيف 1، في جنيف 2، بل إن الحكومة قدمت أشياء تنازلات كثيرة، إطلاق الأسر المختطفين من قبلهم، إطلاق كذا، أجلت الملفات هذه. إذا كانت هذه الملفات مش أجلتها فقط، إنما للمسلطين قال نحن سنذهب وسنناقش كل شيء في الكويت. نعم. إذن عند الحديث عن ملفات المختطفين اسمح لي أن ننتقل إلى الأستاذ فيصل. أستاذ فيصل، يعني فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المختطفين، لم يشهد أي إثبات حسن النوايا من قبل الحوثي، لا سابقا أيام بيير يعني السويسرية، ولا حاليا، رغم أنها إجراءات بناء ثقة كما تسمى لتمهد هذه المفاوضات. لا، الحديث لي ولا سؤال لي ولا للأخ عبد الله؟ نعم، لك أستاذ فيصل، تفضل. نعم، الحقيقة أن إجراءات بناء الثقة تعني دائما وتقدم كبادلة حسن نية من الأطراف حتى نستطيع حينها الحديث عن مفاوضات حقيقية ونية وجدية. لكن دعيني أقول شيء مهم جدا، أن الالتزام الإفراج عن المختطفين وليس المعتقلين كلفظ قانوني. المعتقل غالبا يكون، وإن كان بالمخالفة للقانون، يكون من سلطة على الأقل معترف بها ذاتها هيكل سيادية. لكن عندما تتحدثين عن ربما عصابة يسموا مختطفين، ومن هذه الناحية أنا أعتقد أن القرار كان واضحا إذ قال إلزام جماعة الحوثي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم ذكر وزير الدفاع وكافة المعتقلين السياسيين. إذن نحن نتحدث عن التزام من طرف واحد، ولا ينبغي أن يرتفع إلى طاولة المفاوضات. يجب على جماعة الحوثي أن تحترم نفسها وأن تحترم. لكن أستاذ فيصل، عند هذه النقطة يعني اسمح لي، لم يتم متابعة هذا الملف من قبل ولد الشيخ، ولم يتم فتحه مرة أخرى، رغم أنه أحد أهم بنود إجراءات بناء ثقة. يتحدثون فقط عن إيقاف إطلاق النار، ولا يتحدثون عن فك الحصار عن تعز، ولا عن ملف المختطفين أيضا. لماذا برأيك؟ الحقيقة أن الهدنة التي يريد الحوثي إفشالها هي كانت ترتكز على البند الأول من قرار مجلس الأمن، إيقاف إطلاق النار، وثم وتحت هذا البند
السماح بوصول المساعدات. طبعا كانت إجراءات بناء الثقة في جنيف 2 وكانت واضحة وصريحة، وتعهد المجتمع الدولي منهم الخارجية البريطانية والأمم المتحدة وبريطانيا للوفد الرسمي بأن أمرين اثنين يجب أن ينفذا قبل الذهاب إلى الجولة الجديدة، هما إجراءات بناء الثقة، هما الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، ثم الأمر الآخر وهو رفع الحصار عن مدينة تعز. نعم. لم يحصل من ذلك شيء. نعم. الحديث لك أستاذ عبد الله، برأيك أستاذ عبد الله الحكومة الشرعية لم تحرك ساكنا من أجل هذا الملف، لماذا برأيك؟ لا من قلنا لم تحرك ساكنا. ما الذي صنعت؟ هم حركوا ساكنا واتفقوا إنه إحنا لن ندع هذا الملف، إنه لن نعقد مشاورة، سنعقد مشاورة بشرط أن نطرح آلية لتنفيذ هذا الموضوع، ويكون من قبلنا إحنا كحكومة لم نجعل هذا عائق أمام الحوثيين، لأنه كان هذا هو العائق أمام الحوثيين لعدم القدوم إلى جولة. يريد من الحكومة الشرعية أن تتمسك بهذا الموضوع، قلنا لم نجع هذا عائق أمامها، وتعالوا إذا نناقش ويكون أحد القضايا الخمسة المطروحة إطلاق المختطفين، تسليم السلاح، إطلاق المختطفين، فك الحصار على المدن، الانسحاب من المدن، نعم؟ فليكن هذه هي الخمسة. لكن اليوم إذا كانت الخمسة النقاط لمحاور الكويت يرتكبها الحوثي الآن في هذه اللحظات في تعز، يعيد التموضع البيضاء، يعيد التموضع، يعيد مثل ما يطلق المختطفين القدام، بل يضيف مختطفين جدد اليوم، يضيف مختطفين جدد. نعم، هناك من يقول أستاذ عبد الله يعني أن الحكومة تظهر بمظهر الحلقة الأضعف، وهي تقدم التنازلات، ولا نجعل هذه النقطة معرقلة لنا ولا نتحدث عن هذه، تعالوا فقط، وكأنها هي من تسعى خلف هذا السلام، يعني لا يعني لا ندري ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك، هل تجد أنت مبررا لذلك؟ لا بس الحكومة ليست في الجانب الأضعف ولم تذهب عن ضعف، بل أتت إلى الكويت عن موقف قوة، هي الحكومة في الموقف الأضعف أمام شعبها الذي أتدعى الحوثي أن يقول لهم أن الحكومة تتعنت بسبب وزير دفاع أو بسبب شخص أو شخصين معتقلين أو مئات المختطفين، نعم؟ تعلمت يا تريد الذهاب إلى الدولة، لا نحن أتينا رغم أن لدينا مختطفين، تعهد الحوثيين والميليشيات وتعهد المجتمع الدولي بأنهم سيطلقوا قبل جنيف 2، كان يفترض بعد جنيف 1 أن يطلقوا. نحن أتينا لهنا ونحن نحمل ألام شعب كامل داخل اليمن، نحمل أيضا ضغوط فعلا تحملت الحكومة ضغوط من المجتمع الدولي أنه يجب أن نضع حدا للحرب، فأتينا رغبة منا صادقة للوضع، وهذا السلام قيل على لسان رئيس الوزراء اليمني، على لسان رئيس الجمهورية، على لسان الوفد، إذا كان أمس رئيس الوفد اليمني يقول أنا سأنتظر في الكويت. نعم، عودة إليك أستاذ فيصل، يعني فيما يتعلق بوضع المختطفين واستمرار الانتهاكات التي يعني نسمع بها، ربما آخرها كان الحديث عن تعذيب الصحفي عبد الخالق عمران وغيره بالتأكيد كثير، أمام هذه التعسفات أستاذ فيصل كيف يمكن لأهل هؤلاء المختطفين بالثقة لمحادثات السلام؟ الواقع أن هذا الملف بالفعل مؤلم ومؤلم للغاية، وهو عار على جبين المجتمع الدولي، وحقيقة دعني أقول وربما عار على الأمم المتحدة كمنظمة تدعي أنها أو يفترض بميثاقها أنه يتحدث عن الحرية للإنسان وعدم جواز اعتقال الشخص سواء كان لمعتقد ديني أو سياسي أو لرأي، وبالتالي الواقع أنه ينبغي بالفعل الوقوف وبشدة أمام هذه الانتهاكات وإبلاغ الأمم المتحدة برأي جامع من جميع الناس. الحكومة تتعامل حقيقة وفقا لمسؤوليتها، وبالتالي تحاول أن تقدم نفسها للشعب اليمني باعتبارها مسؤولة عن الجميع، في حين أن جماعة الحوثي لا يهمها كثيرا من هذه الأمور، ولا تنظر كجماعة مسؤولة أو كحكومة، هي تعرف بأنها حقيقة مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق الذين انتقلوا من ربما التقطع إلى الناس بشكل عصابات إلى التقطع للدول، ومن ثم الاختطاف كان يتعرض له الناس والمواطنين والناشطين أصبحوا يختطفون حتى الدولة. ومن هذا المنطلق يمكن تفهم
سعي الحكومة بالفعل لإرساء السلام في اليمن، وهذه التجارب بقدر ما قد تكون للبعض هي مجرد حقيقة تنازلات مؤلمة، إلا أنها في حقيقة الأمر تكشف حقيقة أن هناك جهة تنظر بمسؤولية للدماء ولاستعادة المؤسسات ولعودة الهدوء وطرد الفوضى، والجهة الأخرى التي لا يهمها شيء تريد أن تدمر كل شيء، تريد أن تسقط السماء حتى على الأرض، المهم أن تبقى هي متربعة وأن تبني دولة مقابل الدولة واقتصاد فاسد موازن لاقتصاد الدولة. تنهب تتحدثين عن البنك المركزي الذي كان فيه 5 مليار و300 مليون دولار، ثم يصرح رئيس الوزراء قبل يومين في اجتماعنا معه بأنه لم يتبقى من هذا الاحتياطي سوى 1.3 مليار. أين ذهبت هذه الأموال؟ كلها إلى جيوب الفاسدين من تحالف صالح والحوثي الذين حقيقة فقوا على أقواتنا. فيصل المجيدي، فيصل المجيدي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة أخيرة لك أستاذ عبد الله، يعني بين تأخر المفاوضات وتعثر أيضا تحالف الانقلاب وعدم مجيئه، برأيك مفاوضات السلام إلى أين؟ هنظل متمسكين بالسلام وإحياء السلام عبر المفاوضات أو عبر البندقية في الميدان أو عبر الشعب. إحياء السلام، السلام آتي اليمن لا محالة. تمام؟ الآن آخر تصريحات لوفد المؤتمر الشعبي لنعمان دويد يقول بالحرف الواحد: نحن نقطنا الحقيقية لنذهب ليتوقف حصار اليمن. من يحاصر اليمن؟ لماذا تريد الآن نتوقف لنتوقف عن رقمكم لتدخل السفن الدعم الإيراني بالأسلحة إلى اليمن لتقتل أبناء اليمن بس؟ لماذا تريد أن نتوقف؟ نحن نريد من كل المجتمع الدولي بل من الأمم المتحدة أن تراقب الشواطئ والأجواء اليمنية. حالياً لا يجب أن يزداد كمية الأسلحة في اليمن لهذه العصابة، لهؤلاء المافيا الذين يدعمون الذين يقتلون أبناء شعبهم. نعم. نحن السلام سيأتي. وهذا أكيد. نعم، هذا هو مسعى كل اليمنيين أستاذ عبد الله، هذا هو كل مسعى كل اليمنيين. يعني أعتقد أن الشعب اليمني قد تعب من هذه الحروب الذي هو الدافع الحقيقي لثمنها. شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الله حزام، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.